أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة
جنتي المأوى. In